صباح النور بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وهاد لا فيديو لقاكم في احسن الاحوال. اليوم رابع ايام العيد وجايين عندي الضياف، قلت غادي ندير فلوق ونتشارك معاكم يعني النهار تاعي. نزار منوض الحيحه كيف ما العاده. المهم غادي ندير الشواء وغادي ندير الطويجين، صافي هادشي هو اللي كاين. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر. كنقول لكم كنقول البنات اللي متبعيني وكيخليوا لي تعاليق زوينه كنقول لهم شكرا، شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه تاعكم وعلى الثقه تاعكم على كل شيء. مرحبا بكم عندي وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، ما كنكونش تطلع لكم في الراس. المهم هادشي هو اللي كاين. ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناه مجددا، كنقول لكم مرحبا بكم، بقاو معايا في هذا الفلوق هذا حتى الاخر. مهم بنات، جينا الكوزينه باش غادي نصايب الطاجين. هو الاول هذا راه اللحم تاع الحولي، يعني السلسول تاع الحولي قطعته وغادي نصبوه هو الاول باش ما يشدش ليا الطياب. الصراحه اللحم تاعو راه رطب بزاف دغيا غادي يطيب. مهم غادي ندير فيه لقامه، خرقوم، سكينجبير، الملحه، البزار، شويه تاع الزيت، وغندير عليه القزبر، شويه تاع القرفه، ونخليه يتقلى مزيان. عاد غادي ندير فيه البصله وغادي نخضره بالبرقوق والبيض. المهم هنايا رزت عليه البصله، شلطت عليه راس تاع البصله، وغادي نزيد الفلفله الحاره، عندي ديك الفليفله الصغيره اللي تتكون حاره. المهم البنات راه ما حاراش بزاف بزاف زعما باش نخاف، داكشي باش زعمت نديرها ماشي داك الحراره النيت. كتجيب الماكله لذيذه وزوينه الصراحه، الحار تيكون زوين في الماكله. صافي وعمرت كويس تاع اتاي، غادي نجيب البرقوق باش نعسلو، نديرو يطيب ونعسلو حتى هوايا. صافي وبالنسبه للزيت راه تنخليه حتى تيتقلى مزيان، عاد كنزيد عليه شويه تاع الزيت. ما ميدمش الحمد لله هذا الحولي، هذا ما ميدمش اولا الحوليه، اللحم تاعو ناشف وفي التقطاع تاعو البنات ما صدتش معاهم مشكل. علاش؟ يعني رطب رطب بزاف. مهم رانا وجدت عجنت وجدت المخمار او البطبوط والقرده قطعتها ودرت فيها لقامه، القزبر، البصله، سكينجبير، مهم كل شيء، العطريه اللي موالفين كتديروا رانا درتها. وهنايا وجدت البلاطو درت فيه الكيسان تاع العصير، حطيت شويه تاع اللوز والتمر، ضروري نسبقوا لهم اتاي هو الاول. عاد نبدا نشوي هذا البرقوق. هذا البنات راه دغيا غير كتحطيه في الماء، يعني ما كاملاش تا ربع ساعه كيطيب وكيتعسل. زدت عليه عويده تاع القرفه ودرت فيه شويه تاع الملحه، غادي نخليه يطيب حتى يطيب مزيان، عاد غادي نزيد عليه سكر سنيده. وهذه هي الطبيله تاعنا، انا وجدت كل شيء بكري، تنط بكري البنات باش نسالي. يلا كتسالي الشقه تاعك وكتوجدي امورك باش ما تبقايش. مهم وجدت كلشي هنايا وصافي، غير غادي يجي وغادي نبدا نشوي، نشعل الفاخر ونشويو ان شاء الله. انا خلطت لهم كلشي هنايا في الطبله، شلاضه، بسكوتي، كلشي. لحقاش غادي يشربوا اتاي؟ خصهم معاش غيدوزوا اتاي بين ما طاب الشي. طويجين هو هذا، درت فيه البصله، قرطت عليه البصله طرونشوات. صافي غندير مليحه، والبرقوق راه كيطيب، غندير عليه مليحه ونخليه يطيب. واه عول عليها، وها هو الطاجين.
طاجين طاب البنات خضرته بالبرقوق والبيض وشويه على اللوز وصافي. دابا غادي نشعل الفاخر. شوف الطبيعه ما شاء الله ما شاء الله. حنا راه كاع ما عندنا فصل الصيف، عندنا غير الربيع والخريف. عندنا جوج فصول والنهار في نهار واحد تقدري تشوفي ربعة الفصول. يعني تصب الشتاء تجي الرعدة تبان الشمس، عندنا داكشي مخلط، عندنا واحد الطقس من داكشي رفيع. المهم غادي نركب هنايا الكتيبات، راه قربوا يجيو وصافي. غادي نحطهم ما يتشواو وغادي نمشيو نتغداو ونخليكم ان شاء الله. ايه الحلوه الحلوه صباح تتفرج. بنات سالينا الغداء، تغدينا الحمد لله، جمعت المعنات، ساليت كل شيء، لبست الوليدات وجايين دابا غادي نمشيو للاوشن. قالوا لي بان الماغازينو تاعها لداخل دايرين تخفيض، باغا تخوي وغادي نمشيو نجيبو باتري. الباتري تاع الطوموبيل خسر يعني خوا ولا معرفت مالو، غادي نمشيو نجيبو باتري جديد. وإلا لقينا شي حاجه بطبيعه الحال مثلا ما نشوف اذا لقيت شي حاجه رانا غادي ناخذها ونشاركها معكم ان شاء الله. بنات رجعنا، المهم غنشارك معكم داكشي اللي خديت. جنة الباتري الحمد لله ولقينا التخفيض، وهادو بيلات جبتهم لنزار. الصراحه هاد الخرجه جات في صالح نزار، لحقاش لقيت حويجات تاع الدراري الصغار دايرين لهم تخفيض بزاف، يعني الثمن تيتراوح من يعني من 2 اورو 3 اورو 4 اورو، هادو ساويين مارتشي اورو 40. هاد البيلات هادو هاد التريكويات هادو الثوب تاعهم زوين رطب، وهذا سروال تاع الكيطمه ديتو ليه ب 2 اورو 50. هاد التريكو حتى هو يا 2 اورو 50 تاع الخيط، يعني الحويجات رخاص رخاص. اللي عندها وليد صغيور ولا سميتو تمشي تكسيه. هادو طبيصلات البنات 30 سنتيم الواحد، دايرين ليهم تخفيض حتى هما، صغار على حساب الشلاضة على حساب اي حاجة غتستعمليهم في الكوزينة. 30 سنتيم، جبت 3 بالزرق و 3 بالبيض. مهم زوينين، كاينين بزاف تاع الماعن دايرين ليهم تخفيض. اللي بغى يمشي يمشي دابا حقاش ما بقى لهم والو يسدو. المهم بنات الحاجه اللي عجبتني هو انني لقيت هذا المقشر، هادو مقشر خاص بالوجه وبالفم، يعني جوج حوايج تتقشري به الفم تاعك والوجه تاعك. فيه ثلاثه الانواع تاع السكر، وفيه الزيت تاع بودور بلاتي نقول لكم العنب هكاك، وهذا حتى هو مقشر فيه سكر والكيوي، هذا مقشر تاع الكيوي وفيه ثلاثه الانواع تاع السكر. الصراحه رائعين، كانوا سويين 9 اورو داروا لهم 50%، ردوهم ب 4 اورو 50. وهذا ماسك تاع الطين الاخضر، المهم كاتبين هما بان كاين فيه ثلاثه الانواع تاع الطين تاع لارجيلا. رائع وزوين. على فكره انا ما تنديرش اشهار، غير بغيت نوريكم الا بغيتو تستافدوا وصافي. المهم انا غادي نجربهم وضروري ما ندير لكم فيديو تاني ان شاء الله عليكم، ونقول لكم كيفاش، واش زوينين ولا ما زوينينش. هادشي هو اللي كاين، كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، فعلوا الجرس وبارطاجيو، وفي فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم.